بيكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنتكلم عن شخصية مهمة جدا، شخصية مهمة بالنسبة لناس كتير، بالنسبة لأجيال كتير جدا، ومن أبرزهم جيل التمانينات والتسعينات. هنتكلم النهاردة عن دكتور نبيل فاروق. هو أحد أبرز وأهم الأسماء المعاصرة على الساحة الأدبية المصرية، مش بس المصرية والعربية كمان، على الرغم من غزارة أن إنتاجه وتنوعه بين ألوان فنية وأدبية عديدة، إلا أن اسم نبيل فاروق يرتبط بصورة وثيقة بلون أدبي محدد، وهو أدب السلاسل الذي برع به، وعن طريق تمكنه من تشكيل وعي جيل كامل، حتى أن جيل الثمانينات والتسعينات يعتبرونه بمثابة أبا روحيا لهم. نبيل فاروق هو من أهم كتاب أدب الجاسوسية وأدب الخيال العلمي المعاصرين بلا منازع، كما يعد أحد رواد أدب السلاسل في الوطن العربي. فكيف كانت مسيرته الأدبية وما أهم الأعمال التي قدمها خلالها؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي بعد ما نعرف ميلاده ونشأته. اسمه بالكامل نبيل فاروق رمضان، مولود في 9 فبراير لعام 1956 من مدينة طنطا المصرية. نشأ نبيل في كنف أسرة مصرية ملتزمة دينيا تنتمي إلى الطبقة المتوسطة. تأثر نبيل فاروق بصورة كبيرة بشخصية والده الذي لاحظ شغف طفله بالمطالعة والقراءة رغم حداثة سنه، فحرص على تمني تلك الهواية، وكان يحصر له الكتب التي يطلبها، ويحس على التعمق في القراءة وتنويع المصادر التي يحصل منها على المعلومات. ويرى نبيل أن ذلك كان له أكبر الأثر في حياته، حيث أن كثرة قراءته في طفولته زادته تعلقا بفنون الأدب بصفة عامة، وخاصة كمان مع فن القصة والرواية، مما يعني أن والده كان أول من غرس بذرة الأديب في نفسه. أما عن دراسته للطب، فتلقى نبيل فاروق تعليمه الأساسي في مسقط رأسه مدينة طنطا، وعرف عنه تفوقه العلمي والدراسي طوال سنوات دراسته بالمراحل التعليمية المختلفة. مش بس كده، تمكن من الحصول على مجموع درجات مرتفعة خلال مرحلة الدراسة الثانوية، أهله ذلك للالتحاق بكلية الطب في جامعة طنطا، واللي تخرج منها سنة 1980 حاملا درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة. قبل أن يتجه دكتور نبيل فاروق إلى مجال الأدب، عمل لفترة في مهنة الطب، حيث توجه فور تخرجه إلى محافظة إنا في صعيد مصر، حيث تلقى دوره كطبيب في دورة تدريبية لمدة شهرين، تمكن بعدهم من اجتياز الاختبار الإداري، ومن ثم انتقل إلى قرية صغيرة تدعى أبو دياب ليبدأ عمله كطبيب. الحقيقة ان هو كان دايما حلم الاديب بيتفوق على حلم الطبيب. يشتهر دكتور نبيل فاروق باعتباره احد ابرز الاسماء المعاصرة على الساحة الادبية، لكن ما لا يعلمه الكثير انه خلال سنوات دراسته برع في العديد من الفنون الاخرى بجانب الكتابة الادبية، حيث شارك فاروق خلال مرحلة الدراسة الاعدادية في العديد من الأنشطة مثل مجلة الحائط والتصوير، بجانب انضمامه إلى فريق التمثيل المسرحي التابع للمدرسة. وخلال نفس الفترة بدأ أول محاولاته في الكتابة الأدبية، وخلال فترة دراسته الجامعية كان كثير التردد على قصر ثقافة طنطا، حيث شارك في عدة فعاليات ومسابقات، وتمكن بالفوز بالجائزة الأولى عن قصته النبوءة، وكان ذلك في عام 1979، يعني قبل احترافه الأدب بفترة قصيرة. شهد عام 1984 تحولا جذريا في مسيرة دكتور نبيل فاروق الأدبية، حيث أعلنت المؤسسة العربية الحديثة للنشر في مسابقتها لاختيار كتاب جدد ينضمون إلى طاقمها. قرر فاروق الاشتراك في تلك المسابقة من خلال قصة بعنوان أشعة الموت، وقد فازت القصة بالجائزة الأولى لمسابقة المؤسسة، وانضم بذلك إليها. وفي العام التالي تم نشر القصة لتكون العدد الأول من سلسلة ملف المستقبل، اللي طبعا كلنا فاكرينه. وأقصد بكلمة كلنا دي هو جيل التمانينات والتسعينات، اللي كانوا شغوفين جدا بقصص رجل المستحيل وغيرها. قصة رجل المستحيل في سنة 1984 بدأ دكتور نبيل فاروق العمل على مشروع الأدب الأطول والأشهر، وهو سلسلة قصصية بعنوان رجل المستحيل، تدور أحداثها حول مهمات أحد ضباط رجال المخابرات المصرية. عرض نبيل فاروق العدد الأول من السلسلة الذي حمل عنوان الاختفاء الغامض مع الأستاذ حمدي مصطفى مالك،
المؤسسة العربية الحديثة فتحمس لها بشدة وقرر نشرها ضمن مشروع روايات مصرية للجيب، وفور صدورها حققت السلسلة شهرة واسعة في زمن قصير جدا. أما أسطورة أدهم صبري فنجحت الأعداد الأولى من سلسلة رجل المستحيل، مما شجع نبيل فاروق على الاستمرار في تقديمها، وقد استمرت السلسلة في تحقيق نسب مبيعات مرتفعة جدا داخل مصر وخارجها. ومع الوقت تحول ضابط المخابرات المصري أدهم صبري الذي يحمل لقب نون واحد إلى الشخصية الأدبية الأشهر على الإطلاق في تاريخ السلاسل القصصية العربية، ولا ينافسه على هذا اللقب سوى شخصية رفعت إسماعيل الذي ابتكرها الكاتب المصري أحمد خالد توفيق وقدمها من خلال سلسلة ما وراء الطبيعة، اللي تصدرت هي الأخرى عن المؤسسة العربية الحديثة للنشر. طبعا مش هنتكلم كتير عن دكتور نبيل فاروق، الشخصية التي أثارت جدل كبير. الجدل حول واقعية الشخصية أثير الكثير من الجدل حول شخصية أدهم صبري اللي قدمها طبعا دكتور نبيل فاروق، وهل شخصية خيالية بالكامل أم مستوحاة من الواقع. بعد فترة خرج دكتور نبيل فاروق ليقطع الشك باليقين وينهي حالة الجدل المثارة حول ذلك الأمر، مؤكدا إلى أن أحداث السلسلة هي مجرد خيال، أما الشخصية نفسها فقد استوحاها من أحد ضباط المخابرات العامة المصرية اللي بتربطه علاقة كبيرة جدا وعلاقة صداقة بنبيل فاروق، ورفض الإدلاء بأي معلومات حول هذا الضابط أو طبيعة عمله أو مدى التشابه بينه وبين الشخصية الحقيقية التي نعرفها من خلال السلسلة، معلنا ذلك بأن تلك الأمور سرية للغاية وغير مسموح التصريح بها. نال نبيل فاروق على مدار سنوات نشاطه الأدبي عدد كبير من الجوائز والتكريمات، لكن أبرزها هو التكريم الذي ناله من جامعة فرجينيا الأمريكية التي صنفته كأحد شخصيات تأثير في الشرق الأوسط بشكل عام. قام قسم دراسات الشرق الأوسط التابعة للجامعة بتدشين موقع إلكتروني خاص باسم دكتور نبيل فاروق على شبكة الإنترنت. أما عن أدب السلاسل فكانت سلسلة رجل المستحيل هي السلسلة الأكثر نجاحا في مسيرة نبيل فاروق الأدبية، ولكنها ليست السلسلة الوحيدة، فقد برع فاروق في هذا اللون الأدبي ويعد واحد من رواده في العالم العربي، وقد قدم مسيرته العديد من السلاسل الخاصة، كما شارك في مجموعة من الأعداد التي كانت تصدرها المؤسسة العربية الحديثة وتجمع فيها بين أكثر من كتاب. ومن أهم تلك السلاسل القصصية مجموعة قصص كده هنتكلم عنها دلوقتي، بس ما تنسوش تعملوا الأول لايك للفيديو واشتراك في القناة، ما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس علشان كل حاجة توصلكوا قبل أي حد. كتب نبيل فاروق عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أعلن فيها بالضبط كده اللي هنقوله: أعلن أنا دكتور نبيل فاروق عن تنازلي التام ودون أي مقابل مادي عن الحقوق الأدبية والمادية، عن تحويل جميع مؤلفاتي وكتاباتي المطروحة المستقبلية للطباعة بطريقة برايل للمكفوفين لأي جهة يمكنها تقديمها لهم دون استهداف الربح المادي. يذكر أن دكتور نبيل فاروق كاتب مصري اشتهر برواياته في الأدب البوليسي والخيال العلمي، وله عدة سلاسل قصصية في شكل كتب، طبعا كانت بتسمى وقتها كتب جيب، أبرزها ملف المستقبل ورجل المستحيل وكوكتيل 2000، ودي طبعا مجموعة من قصص دكتور نبيل فاروق اللي كانت يعني اتربى عليها جيل كبير من الدكاترة والمهندسين وكل الشخصيات المهمة كانت متربية على أدب دكتور نبيل فاروق. مش بس كده، كمان دكتور نبيل فاروق زي ما قلنا من شوية ان هو اكد على ان هو هيحول الكتب بتاعته الادبية لطريقة برايل. كانت معاكم داليا، شكرا جزيلا، سلام عليكم.